رح نبلش بأولى فقراتنا لليوم عن موضوع بهم كثير من الناس، تأثير الأدوية والآثار الجانبية الغير مرغوب فيها. هي ظاهرة موجودة بكل نوع من العلاج الدوائي، لكن هناك العديد من العلاجات الدوائية التي تسبب أمراض جلدية تحتاج إلى علاج. فشو هي الأدوية وشو هي آثارها الجانبية وشو هي أكثر الأدوية لازم نحن نبتعد عنها ويكون في دواء داعم أو دواء يحمي لحتى صفحات بالجلد ويصير آثار جانبية على الجلد. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع بضيفنا الغالي والعزيز دكتور هايك سربيان، أخصائي جلدية. صباح الخير دكتور، يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. بالبداية دكتور حنبلش بالأدوية اللي بتسبب حساسية للجلد، خلينا نحكي على أكثر الأدوية اللي كل ما نستخدمها بتسبب لنا حساسية، شو هي؟ هلا قبل ما نبلش بأي دواء بشكل عام، نحن بنجيب الدواء بنقرا النشره تبعه، اي دواء بناخذه اليوم مهما كان مكتوب عليه من ضمن الاعراض الطفح الجلدي، التحسس للماده الدوائيه. فلا يوجد دواء في العالم ما ممكن يعمل لي حادثه تحسس او رد فعل مناعي تحسسي عند انسان. لكن هذا لا يعمم، يعني ما معناتها انا بمسك النشره بقعد بقراها معناتها انه هذا الدواء انا اللي بدي اقعد اقرا مكتوب بيعمل حساسيه ما باخده. دائما الوصفة بتطلع من قبل الطبيب، بيتزن فيها المريض، وبعدين اي مشكل بيصير معه بيراجع المريض الطبيب اللي وصف له اياه. هاي نقطة كتير مهمة، لانه ما بالضرورة كل حادث تحسسي هو يكون سببه دواء. يعني مريض القلب اللي بياخد دواء قلب ممكن يكون عم بياخده سنة واثنين وثلاثة ويتحسس عليه، وممكن يتحسس من شيء ثاني، ممكن يتحسس من اكله، يتحسس من اي موضوع. فعمليا دائما بس للتنويه، انه وقت بنحكي عن تحسس دوائي الموضوع مرتبط بمراجعة المريض لطبيبه لتقييم هذا الوضع، أو لطبيب المختص لتقييم هذا الوضع. أي دواء بالعالم ممكن يعملنا حساسية جلدية، هذا أكيد. في شيء معروف عنا اسمه الاندفاعات الدوائية، أو بتظهر دائما أحد الأمراض اندفاع الدوائي الثابت اللي منتج نتيجة استعمال أدوية لفترات طويلة، أو أحيانا أدوية بسيطة بنستعملها صادات لفترات بسيطة بتطلع عنا كومة أعراض ممكن تتشخص تحت مجموعة من الأمراض، مثل الاندفاعات الدوائية، مثل الموضوع التحسس الشروي اللي ممكن يتشكل عند بعض الناس. أحيانا بتوصل شيء بيسموه بالعلم عنا وزمة كوينكا، اللي هي بتلاقي المريض ممكن فيه منفخ، بتلاقي شفايفه ورماني، وجهه ورمان. هاي كلها أعراض تحسسية. لكن عملية إنه شو اللي بيخلي هذا الدواء يتحسس هو عامل فردي بحت، يعني هو مشكل مناعي يرتبط بعامل فردي بحت. إذا عم نحكي احنا هلا بصفة العموم، هلا بصفة الخصوص في أدوية ممكن تعملنا أعراض تحسسية أكثر من غيرها أكيد. احنا مثلا بقطعنا احنا بالأدوية بالأمراض الجلدية في كتير أدوية ممكن نستعملها ومضطرين نستعملها، هي أدوية علاجية ممكن يكون لها حساسية ضيائية، ما ممكن تتعارض مثلا مع تعرض شمسي طويل. بعض الصادات مثلا أدوية الالتهاب، يعني ممكن أدوية التهاب إذا صار بعد تعرض شمسي طويل نتأثر فيها. بعض الأدوية مثلا المناعية اللي ممكن نحن ناخدها ممكن تسبب لنا رياكشن مناعي معين ممكن تعمل لي هذا العرض. فالأدوية اللي ممكن ترتبط بهذا الموضوع قد تكون الحقيقة مفتوحة، يعني ما في عندك أنت شيء محدد ممكن يربطنا بعامل تحسسي. لكن في أدوية قد تكون إلى أكثر من فكرة عامل تحسسي، أحيانا مظهر تاني، مظهر تخريشي، مظهر مثلا مثل الأدوية اللي ممكن نطبقها بشكل موضعي مثلا المقشرات وإلى آخره، نحن بنسميها حساسية وقت بتحمر، بيجي المريض بيقول لي مسلوخ أحمر. هلا هذا تخريش حقيقة، ما شكل من أشكال الحساسية بس تخريش، تمام. فمفهوم التحسس هو مفهوم واسع وبيشمل كثير أدوية، ما في شيء مخصص بشكل نوعي، يعني إنه دواء معين بيعمل حساسية، لو كان موجود كانت عالميا كانوا وقفوا يعني. صحيح دكتور، بنشوف كثير من أنواع الحساسية بتظهر مرافقة للطعام وخاصة عند الأطفال للأكل، مثل البيض، ممكن البيض مع دواء الالتهاب يعمل تحسس، مثل البندورة. ففي أنواع كثيرة، نحن كيف فينا نحمي حالنا؟ يعني بتحمي نحن بنحمي معدتنا بناخذ وقي معدة حبة الصبح مشان إذا كنا عم ناخذ أدوية ثقيلة أو شيء، ولكن بشرتنا جلدنا كيف نحن فينا نحميه؟ هلا انت ما فيك تحمي شيء، لانه انت ممكن تتحسسي على ماده بتستهلكي يصل لك كل عمرك وفجاه تتحسسي. يعني انت هلا بعمرك ممكن تكوني من يوم يومك بتاكلي مثلا
فرضنا بنادورة، واليوم أكلتي بنادورة وتحسستي. أوكي. وهلأ متى ما تحسستي مرة بصير الجسم بقى بيكرر عامل التحسس تبعه بنسبة كتير كبيرة، يعني إلا إذا بقى أخذت علاج طويل كتير لا تقدر تمرق. وعادة لا، يعني عادة لا، يعني دائما في عنا نسبة تحسس مثلا ممكن تظهر على بعض الناس فجأة، هاي موجودة طبيا. في شيء تاني للحساسية الحقيقة شكل غير مباشر للتحسس، الحقيقة أنه بالعالم في شيء اسمه الفوتبرينت، يعني البصمة الغذائية، الحقيقة إذا بنعمله لحنا هو عامل شخصي، طبعا ما أثبت علميا بشكل أو ما تبنوا بشكل علمي بشكل مطلق، لكن الحقيقة تواصلي معه ومتابعتي مع المرضى كانت نتائجه فظيعة. اليوم مرضى بيجيني احيانا عندهم تحسس، بتلاقي عامل تحسس تبعهم مرتفع، بنعمل لهم تحليل بسموه الاي جي اي اللي هو مشعر التحسس تبعهم، بتلاقيه بالالافات طبعا طبيعي بالمية. هلا هذا الموضوع بتلاقيه بيعاني منه سنه واثنين وثلاثه واربعه وعشره، احيانا بالمتابعات معهم ممكن نحتاج احيانا هاي البصمه الغذائيه، وبنطلع معنا شغلات احيانا كثير اساسيه. يعني اليوم بتتفاجئ بجوز كل واحد منكم هلا بيعملها، بجوز يطلع عم بيتحسس على القمح، بجوز يطلع قمح، كلمة قمح يعني انت اليوم طيرت الخبز، طيرت المعجنات، صح. في ناس تتحسس مثلا على الحليب، حليب مشكلة، لانه يعني احنا استهلاكنا من الحليب هو هو الجبنة واللبنة، واحيانا تدخل الحليب مشتقات الحلويات يعني احيانا في تحسسات ما بتكون مباشرة لكن بترفع عتبة الحساسية عند الاشخاص. يعني انا اليوم في تحسس من اكلي انا باكلها بقوم بجسمي وبتحسس منها، صح. وفي حساسية غير مباشرة تحت حادة، هي بتكركبني أكتر لأنه هي أنا ما بعرفها، ما بتعاطى معها بشكل مباشر، بتطول كتير لتطلع أحيانا نتائجها، وبس طلعت ممكن أنا أكون ضيعت، يعني ضيعت حالي، يعني ما ضيعت حالي كمرض لا، ضيعت حالي بالتوجه إن كنت أنا مريض وإن كنت طبيب، لأنه هذا بيطلع تراكم سنين، فعمليا ممكن نكتشف شغلات أحيانا ما تخطر على بال حدا. يعني أحد تقييمات عندي مريض كان بيتحسس على البازيلا وعلى الخيار وعلى البندورة، يا اخي يعني هدول ما بيخطر على بال حدا انه يروح والله بيطلع لا ما شرط انه يضار بالاكل، ما راح تخطر على باله لانه احنا توجهنا للحساسيه هو حد بيض، بهارات، سمك، بهارات، فريز، يعني فريز، يعني في شغلات فينا نعتبرها عامه او الاكثر شيوعا، لكن في شغلات ممكن ما تخطر على بال حدا، ممكن تكون هي جزء من عمل تحسسي موجود. في سمعت سيري امبارح انه في حدا بيتحسس من الموز، بس طبعا عندك ليكي في عندك فواكه تعتبر بشكل عام بنعتبرها لها نسبه تحسس مرتفع، اللي هي الموز، الفريز، الكيوي، يعني هدول من الشغلات اللي ممكن تكون الكرز، هدول نسبة التحسس طبعاً مرتفعة. ربطوا الموز مع دواء الضغط، ممكن هاي الحالة صرت سمعتها كذا مرة، فعمل لهم تحسس وطفح جلدي. ما فيك ما في لك اليوم قلتي ربط رئيسية. هل في قاعدة اليوم؟ هلا بتطلع أحياناً إنه أنا بلاحظ ملاحظة، بدور على أصل الملاحظة. أنا كطبيب بنتبه إنه والله عندي كذا حالة صارت هيك مع هيك. طيب يعني أعطيني الدراسة، أحياناً بتكون الدراسة إحصائية. مثلا مثلي انا كل ما ازعل بيطلع لي اكزيما هون، واخذت هاي قاعده المفروض ما حدا يزعلني، فصارت عن جد قاعده كل ما ازعل او اعصب خلص هون هاي المنطقه كلها بدها تكون فيها اكزيما. العوامل النفسيه وكبرت معي هاي العوامل النفسيه. هلا دكتور خلينا نحكي عن الاكزيما، شو سببها وكمان شو هي طريقه علاجها الصحيحه؟ يعني هلا الاكزيما اول شيء هو استعداد مناعي تحسسي موجود عند المريض لاتجاه احيانا بتكون مؤرجات خارجيه، يعني شغلات ممكن تكون تماس، ممكن تكون انت الساعه اللي عم تلبسيها اذا فيها نسبه نيكل مثلا بتاثر فيك، في ناس ما بيقدروا يلبسوا ساعه ستانلس بكون فيها نيكل مثلا، او بكون فيها خلائط معينه بالمعادن بتاثر فيهم، في مثلا تحسس على مواد التنظيف المنظفات، وهذا الاكثر شيوعا عند ربات البيوت، تلاقيهم بيستعملوا مواد جلي، مواد تنظيف والجافيل والكلور بتاثر فيهم. هلا بالكورونا المعقمات خلت لنا كومة مشاكل، الصوابين او الحمام باستعمال صوابين مخرشة مع حف بالليفي بشكل مفرط بيعملنا جفاف، بيعملنا اكزيما، في اكزيما ناتجي عن العمل، ناس تشتغل بالباطون مثلا بالاسمنت بغيره، في عنا تحسس بيشتغلوا بالكازية، ممكن يكون في احنا تحسس على الزيوت المعدنية، مواد الصبغة وهيك الصبغات. المشكلة انه لحنا كل ما عم نتطور سنة عن سنة الكواليتي تبع المواد عم بيخف، الامبلاج عم بيتحسن، يعني اليوم
بتلاقي هلا جيبي منتج جديد بتلاقي امبلاجه احلى، دعايته اكبر، الاوبشن والاحلام تبعه اكبر، شو ما كان، ما عم نحكي بس على صدر الشعر، مفعوله اقل، لكن هو الفاعليه بتكون اصغر بكتير. يعني نحن فن التسويق تبعنا صار بيعتمد على فن اقناع الشخص الهدف بشيء هو ما هو حقيقي، الشيء البصري أكثر. لا وما هو حقيقي الحقيقه، هو هذا اللي عم بيصير فينا. فلاحظ الكواليتي اختلفت عالميا، كان بالمنتجات اللي ممكن نستعملها، ان كانت منتجاتنا سابقا اقل كواليتي اعلى، هلا التنوع هائل، منافسه تجاريه كبيره ولكن الكواليتي اقل، واللي بينزل بكواليتي عالي اليوم صار عم بيرفع حاله بسعر مضطر، لانه اكيد الكواليتي طبعا ما بده سعره اعلى، فهو تجاريا بيفشل. وقس على ذلك هذا الموضوع مفتوح، رجعنا لنفس الفكره. فاذا بدنا نقعد نقول انا شو ممكن اتحسس بالاكزيما، شيء مفتوح. نفس الوقت في عوامل ممكن تكون ما انا مرئيه، ما انا واضحه بالنسبه للمريض، اللي هي انا وقت بكون عندي طفل ايام بكون عمره ايام، بصير عنده بتلاقي جلده ناشف، اكزيما عم تطلع عنده، احيانا بكون سببها الحليب تبع الارضاء ايام، خاصه حليب البودره او غيرها، او احيانا حتى حليب الام ممكن يتحسس عليه. ايام بكون عزلناه من كل شيء وبتلاقي لسه مستمره الحدسيه معه. يعني هو رد فعل مناعي معقد، موضوع الاكزيما بيتفرع منه كثير، يعني بتفرع منه الشري، بتفرع منه التحسس تجاه كل ماده من المواد اللي عديناهم، وقصه اضعاف من هذا الحكي، التحسس الغذائي. طيب حتى دكتور، اليوم عالميا بيشردوا منهم لسه لافات ثانيه، سواء صدفيه صارت تنسب تحتها الاكزيما الصدفيه، تنسب تحتها هلا مثلا في طفله صغيره اخذت الحليب وكلها تحسست اول مره، ثاني مره، ثالث مره، وطلبوا تغير الام الحليب، هو المفروض تغير الحليب تعطيها النوعيه تبع حساسيه المعده ولا خلص تبقى الحليب لا يتاقلم جسمه، وبيحاولوا بيدوروا على الحليب الخالي من اللاكتوز. تمام. بس هلا هو مثل ما حكينا هذا موضوع تنوع بحله كثير كبير. هلا قد يكون احيانا ببلدنا هون بسبب الوضع عنا انه مثلا بعض الحلول بتبقى محدوده، لكن عالميا تنوع كبير. تمام. عند الاطفال هو موضوع بس نغير نوع الحليب اكيد، يعني المفروض يتغير. تمام. اكيد لازم يتغير، بس هذا الحكي ما بيقرره الاهل، يعني بده يكون طبيب اطفال، وحتى احيانا بالتعاون بين طبيب الاطفال وطبيب الجلدي. أكيد. بس طبيب الاطفال بيقدر يقوم فيها بشكل جيد، بس يفضل التعاون بين اثنين، مشان موضوع ما موضوع انه انا غيرت الحليب، كمان موضوع عالج. يعني انا هلا نفترض احنا قاعدين هون عندنا هذا البلور، انا دائما بعطي امثله لمرضاي وهي بعيده نفسها. نفترض في واحد برا هلا مسك حجره وضرب هالبلور، هلا شو اللي عندي؟ عندي واحد ضرب بلور برا، وبلور مكسور وبلور على الارض، صح؟ طيب طلعنا مسكنا لهذا الشخص اللي ضرب البلور، شلنا، عزلنا، صلح مع الشباك شيء؟ لا. طيب لميت، صلحت الشباك، لميت البلور على الارض كمان؟ لا. يعني انا لحتى ارجع اعدل الوضع بدي امشي ثلاث خطوات. صحيح ما كان عندي شيء، لكن واللي بلش موضوعه بلش بخطوه، لكن انا لصالحه احتجت ثلاث. فما موضوع انه انا صار عندي حساسيه من شيء محدد، ما بكفي انه انا بعد او اني اتجنب، لا، في عندنا مرحله معالجه، عندي ارتفاع بعوامل او اخلاط بالجسم مناعيه ممكن بدها ضبط، عندي تحرر لماده الهستامين بجسمنا بدها حصر، بدها ضبط. يعني الشيء اللي بيصير بالجسم ما بيكفي نعزل المشكله، بدنا نضبط اللي صار بجسمنا، يعني هذا نقطه كثير مهمه. نعم دكتور، خلينا نحكي عند ظهور اي حساسيه بالجسم وبيكونوا ما بيعرفوا السبب، ان كان للاطفال وان كان للكبار، شو هي الخطوات الاولى او الاسعافات الاوليه يلي نحن فينا نحمي جلدنا فيها من مواد موجوده بالبيت ومن كريمات هي اوريدي بتكون موجوده عنا؟ كيف فينا نحن فورا نعمل اسعافات اوليه لبين ما صفر؟ صفر لسبب مشان ما يمتد او مشان ما يصير حكي. لا ما امتداد، هلا فيك تروح اسعافيا، ليك البلد معباي، اذا ما قلنا دكاتره راح نحكي مستوصفات. بس احيانا اجراءات بسيطه بتقومي فيها يا بتفاقم الامور يا بتخفي اعراض. طب الاسعافات حيعطونا ابره هي ضد التحسس. مزبوط. طب هذا علاج مؤقت، خديها باشراف طبي ولا تقومي فيها بشكل ذاتي. اوكي. يعني خلي معلش الاشراف الطبي على بعض الاجراءات مهما كان اكثر امانا من اجراءات المنزل. انت اليوم ممكن عندك طفل تحسس، بتجي بتقومي بتاخدي اجراء ذاتي بالبيت بتقديرك انه انت لازم تعطيه شراب هالحساسية او كذا. طيب نسيتي للولد، نمتي بالليل، طب الولد ممكن يوصل لمرحلة الاختناق في طبعا. تحسس اليوم ممكن تسمعوا الناس تاخد ابرة بنسلين مثلا او تحسس على دواء بوصل لمرحلة الاختناق، ومن فترة قاعد عم ارى عن طفلة تحسست على الفيس حاطينها،
على دواء صاد حيوي عاطينا اياه الله يرحمها يعني عرفت شلون هاي طفله هلا يعني هذا الحكي ما بجوز انت تقرر يعني حساسيه على قد ما هي شغله بسيطه قد تكون مميته فليش نقوم باجراءات نحن من عنا ممكن ما نقدر بدي اعتمد على تقدير الاهل ليش بدي اعتمد على التقدير هذا ضناي يعني ليش بدي انا اقدر فيه ما فيني اخذه عند اقرب طبيب اذا كان الدنيا نهار فيها تراجع اي طبيب جلديه تمام ما مشي حال فيها تنزل على اي مستوصف او مشفى كل المستوصفات المشافي عندهم المشافي العامه عندهم قسم اطفال وعندهم اطباء مناوبين وعندهم مناوبين اسعاف يعني اضعف الايمان في شيء في قوموا فيه بشكل طبي او اشراف طبي ما رح يكون اكيد اكثر امانا الابره قد تكون على الاقل بتقدر تاجل الاصابه مثلا اذا كانت عنده تحسس مسائل لثاني يوم الصبح لراجع طبيب اضعف الايمان بتقطعه مرحله خطر ما او احتمال خطر قادم بالليل ليش دواء حالي بهالمطر يفضل دائما انه ما نقوم باجراءات ذاتيه لانه الحساسيه على كل بساطه ممكن تكون مميته احيانا بصير عندنا تشنج خصبه بينتهي بالاختناق بيموت المريض فما عم نخوف كل العالم هي حالات نادره بس مين ضامنا مين بده يقدرها هل بدي هل انا بدي اعتمد على الانسان العادي ليقدرها لا هاي بترجع لتقدير الطبيب هاي نقطه النقطه رقم 2 احيانا انت بتاخذي ادويه بتغيري من شكل الاصابه فبفوت لعند الطبيب احيانا بيجينا كثير امراض ما بس تحسس بيطبق المريض كريمين ثلاثه بضيعنا يعني انت غيرت الشكل نحن نعتمد على التشخيص البصري اولا بعدين على قصه السريريه اللي باخذها من المريض ليش بتضيع يعني احيانا حتى المريض بقصته سريري وقت نساله جواباته ما بتكون كثير دقيقه ما بتوصلنا لشيء فبنعتمد كثير على التشخيص البصري احيانا انك تلعبي بموضوع ما ممكن يغير بتشخيصك ممكن يغير بتقدير الطبيب للاصابه ليش من الباب لا بوقع حالي بخطر ولا بضيع مريض طبيبي بحمل حالي بحمل اقرب مستوصف مشفى ويفضل بالنهار تراجعوا الطبيب طب دكتور خلال التشخيص شو هي الحالة اللي هي تحسس دوائي وشو هو شكل التحسس انه هو لا تحسس من الاكل في فينا نفرق بيناتهم لا صعبه الموضوع لانه هي كل حاله شكل كل حاله شكل يعني كل مريض شكل يعني تحسس يعني دوائي اللي احنا بنقعد نستجوب المريض ايام نص ساعه تماما يعني في كثير عالم بيتحسسوا من نوع من الاكل وبيتهموا الدواء ولكن ما بيقدروا يكشفوا انه صح بس انا بدي لك على قصه هي قصه صارت معي من شيء 20 سنه اوكي اجاني مريض بزمانه معه دائما يجي حاله شري هلا بحكي بصراحة إن شاء الله يكون عم بيسمعنا هلا صار له 20 سنة هذا الزلمة عوفني حالي صدقا عم بحكي جد لا خليت دواء لا خليت متابعة ما في عيار الدواء عنده 4-5 أيام تجي الهجمة ما خليت دواء ما خليت العجينات مناعة ودخلت أدوية السرطان ولا في مجال بدها ترجع له بدها ترجع له لحتى يوم من الأيام يعني بعد سنة من المتابعة وأنا والله العظيم صرت أعتبره واحد من العيادة يعني إنه هذا وجوده بالعيادة طبيعي لا حدا بينطلع الدور ولا حدا بوقفه على موعد ولا باخذ منه وحطه بس دقيقتين بس إيه إنه هذا بفوت من الباب رأسا لعندي بده يحكي لي همه وصرت أنا أكل هم جيته يعني هي عم بحكي بصراحة فما بنساها الحالة يعني بتذكر إنه بقيت شي سنة عم تبع معه لا على سيرة إنه شو هي الحالة لفرجيك قديش ممكن الموضوع أحيانا يكون معقد تمام طلع بالأخير كلمة حكاها بعد سنة هي اللي كشفت كل القصة هو كان مرشد صيد بيطلع مع الناس الصيادين على الجزيرة مرشد للصيد مناطق الصيد شو جالي قال لي والله يا دكتور صار لي فترة ما طلعت على الشغل وجوني ناس وطلعت معهم على الصيد وارتحت قضيت معهم 15-20 يوم أنا ما في مبلا أنا رجعت على البيت فت تدوشت طلعت رجعت القصة خطرت لي من باب كلمة دوش انه هو صار له 20 يوم ما انه عم بيتدوش هو عم بيتحمم برا بس ما عم بيتحمم ببيته حزير ايش طلعت القصة هي الكمخة اللي بتكون بأرض الخزان نحن خزانات بلدنا لو كل واحد بيفتح خزان بيته بيلاقي هالقد وسخ يعني وسخ. هذا بحس حاله قاعد عم يتحمم من المستنقع نحن بنشوف الحنفية عم تلمع ست البيت المغسلة عم تلمع لكن المستنقع موجود بالخزان فوق تمام طلعت هاي كم خمد الخزان رحنا قلنا له روح نظف الخزان غيره غير نظفه وظبط لك شغله وفعلا طاب من بعدها طلعت هي ما بعرف شو العامل الوسخ المتراكم هو اللي عم يتحسس منها وزلمه قاعد ببيته كل كام يوم فوت بيتحمم وبيجي بيتحفني بي بالحكي تبعه لمده سنه لحتى عرفنا القصه من هون فممكن ما تخطر على بال حدا يعني هاي انا ما بنساها تمام انه ما طاب لحتى راح غير الخزان وقتها ما بعرف شو عمل فيها مهم اللي طبط وخلصنا من القصة فأحيانا أنت الموضوع ضبطة ما بتتخيل قديش ممكن يكون صعب يعني أنه نحن نكشف شيء موضوع تحسس في حالات بتجيني بيجي المريض معه تحسس على أدوية الحساسية بعدين كشيله دواء أنا في حالات كتير ممكن تمر صحيح هي مانا كتير شائعة
لكن بالعمل بتمر بتلبك، يعني الطبيب بتلبك اذا بيكون خبرته 100 سنة بدها تلبك، لانه انت عندك ادوات. فاذا انت ما في شيء واضح اصلا تمام، انت لحنا بدك تعتبرينها مثل الجندي، هلا بتعطيه بارودي بتقولي له بتقطع فيها من هون لهون، بتعطيه مدفع بيقطع اكثر. طيب اذا ما اعطيتيه شيء هو هون مشكل. احيانا بنوصل لمرحله انه السلاح اللي بين ايدينا اللي هو الدواء بسكر كله وبوقف، بنصير بنلجأ لشغلات ممكن تكون بنعتمد فيها على الملاحظه على التجريب. تجريب تماما، وقف هاي شيء لهي. احيانا حتى التحاليل ما بتعطينا النتيجه اللي احنا بدنا اياها. فكتير الموضوع معقد ما بهالشكل هذا. اكيد دكتور، بالختام نصائح اخيره. الله يحمي الكل. آمين. راجعوا أطباءكم، لا تمارسوا الطب بشكل ذاتي، لا تقرروا أنه تحسستوا على الدواء وتوقفوه. أي مريض يأخذ دواء يلتزم فيه بشكل دقيق، ما يقرر من عنده، ما يخاف من دواء اللي بيعطيه الطبيب، يخاف من تقديره، لأنه هذا التقدير اللي بيقوم فيه المريض لمشكلته هو بده يعتبر أنه 90% جهل، حتى لو فتح 100 صفحة فيس وقرأ فيها أو 100 صفحة جوجل أو موقع جوجل وقرأ فيه. الطب يراجع طبيبه دائما، ان كان بمرضه ان كان بعلاجه ان كان بمشاكله مع علاجه. الطبيب اقدر على معرفه الخطا اللي ممكن يكون شخصي، ما شرط بالضروره هو دواء. نعم. وبدنا نقول كمان بملخص حديث حضرتك دكتور انه ما في علاج بالبيت فينا نعالجه، لازم دائما نراجع الدكتور، لا اعشاب لا عسل ولا اي هدول الانواع. الامراض الجلديه اسمها امراض، ما في شيء جلدي ما بيتصنف تحت بند مرض. والمرض يعني طبيب ودواء. نعم اكيد. أوت. نعم بدنا نشكرك كثير دكتور هايك سربيان، ميرسي كثير لك، يسعد لي صباحك. شكرا كثير دكتور، شكرا لمعلوماتك القيمه، واكيد نشوفك.